السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة حول آخر التطورات الميدانية في لبنان وما يحصل هناك في قراءة سريعة وتحليلية. ينضم إلي الدكتور محمد فندي الباحث في الشؤون السياسية، أهلا بك دكتور. وأيضا عبر سكايب سيكون معي السيد إسماعيل مقدسي المحلل السياسي من فلسطين، أهلا بك سيد إسماعيل. أبدأ معك سيد إسماعيل، يعني نيويورك تايمز قبل قليل أكدت عن مسؤول عسكري أمريكي نعتقد أن هناك هجوم إيراني بالصواريخ خلال الساعات المقبلة، كيف تقرأ هذا التصريح؟ نعم، بداية أسعد الله أوقاتكم لك ولضيفك ولكل المشاهدين الكرام. واضح جدا أننا أمام مشهد تطور دراماتيكي سريع بشكل غير مسبوق، إعادة التوازن ما بين المقاومة اللبنانية حزب الله بشكل سريع بالرغم من الضربات المتتالية التي شاهدناها منذ الثلاثاء القادم الذي كانت في الأجهزة ومن ثم انتقالا إلى الاغتيالات إلى الوصول إلى اغتيال الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله. واضح جدا أن بعد خطاب نائب الأمين العام نعيم قاسم الذي أعاد مرة أخرى حالة التوازن وأعاد المشهد من جديد اليوم تحديدا خلال 24 ساعة، كأن المشهد انقلب 180 درجة. إسرائيل منذ الصباح وتحديدا قبل 3 ساعات تزامنت إطلاق الصواريخ من لبنان مع خبر بشكل سريع وبشكل غير مسبوق في الإعلام الأمريكي لإسرائيل بأن الضرب الرد الإيراني قادم، وبالتالي حالة الاستنفار. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للمرة الثالثة طلب من كل أوساط البلاد كلها أن تكون قريبة من الملاجئ، وإعلان منطقة الشمال منطقة مغلقة بالكامل، وهذا له تداعيات على المستوى الاستنزاف الاقتصادي والتوقعات أين الضربة تكون، والحديث يدور عن مقرات عسكرية وأمنية، والحديث يدور عن ضربات أكبر أن تكون من 14 أبريل. مشهد غير مسبوق في داخل إسرائيل، حالة التأهب يعني لم نشهدها منذ حتى في فترة 14. أعلن الكابينت الإسرائيلي نتنياهو بأن اجتماع قبل قليل سوف يكون في مدينة القدس تحت الأرض، وهذا لأول مرة يتم دخوله منذ 7 أكتوبر. هذا يعني أن هناك تطور حديث يدور بشكل غير لافت، الأنظار كلها منظومة الدفاع حالة الترقب والانتظار. المتحدث باسم يتواصل بشكل تدريجي للقيادة الجبهة الداخلية، حزب الله يتواصل عملية القصف إلى عمق تل أبيب، وهذا لأول مرة يعني منذ حتى سنوات لم نشهدها بأن قصف متواصل إلى تل أبيب. هذا أعطى انطباعا بأن حزب الله أعاد الهيكلية بشكل سريع على المستوى القيادي وعلى المستوى السياسي وطمأنت. وبنفس الوقت بدأت الحسابات، وكان حديث يدور بالأمس عن موضوع التغول أو الاجتياح البري للبنان، يبدو أن الأمور بدأت تأخذ حسابات مختلفة، لم يتوقع هناك مفاجأة. طيب سيد إسماعيل، إذا كنت تسمعني، يعني هذا المسؤول العسكري الأمريكي على ماذا استند في كلامه أنها الهجوم الإيراني سيكون على نطاق واسع وسيشمل منشآت مهمة جدا؟ واضح جدا أن هناك اتصالات غير مباشرة، علما أن لغاية الآن لم تصدر من إيران، لكن إيران كانت تقول بأنها سوف يكون الرد مناسبا وقريبا، كان هذا قبل أيام تم الحديث به. يبدو أن كالعادة يعني الأمريكان يبدو أنهم عبر دول عربية، عبر هناك اتصالات بين نتنياهو وبوتين في الموضوع، اتصالات جارية، لكن الإعلام الأمريكي يؤكد للإسرائيليين أن الاستعداد 3 أسراب طائرات
تحولت من أمريكا إلى كذا. أيضا أمريكا هددت إيران في حال إن كان هناك ضربة موجعة بين قوسين أو بمعنى آخر بأنها سوف تتدخل وسوف تحمي إسرائيل كالمعتاد كخط ثابت ونهج. انقلبت المشهد بشكل دراماتيكي سريع خلال 3 ساعات تقريبا. لم يتوقف الإعلام الأمريكي عن أن هناك هجوم قريب مطلع مستوى مقرب إلى آخره. السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا إيران تنوي أن تقدم؟ وإن كانت أرادت، كيف الأمور وصلت؟ هنا علامات استفهام كبيرة. لكن بالمجتمع الدولي على الأقل، يعني في تذكر في 14 أبريل حين تم إطلاق أكثر من 300 صاروخ، كان جهريا وإعلان، لكن هذه المرة لم يحدد متى وكيف. والحديث يدور على أنه سوف تكون ليست مسيرات وليست صواريخ، بل ستكون صواريخ ذات سريعة أيضا. هذا من ضمن الحديث. الحديث يدور عن منطقة في تل أبيب باستهداف مواقع عسكرية وأمنية. يتم الحديث لغاية الآن باعتقادي أن هذا تكهن. ممكن معلومات وصلت أو تسربت أو عن طريق بأن هناك ضربة عن طريق الأقمار الصناعية وتحركات، أن الأحداث نعم عن طريق الأقمار الصناعية وتهيئة وتحركات هنا وهناك لربما. على كل، اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور محمد فندي. دكتور محمد، أهلا بك من جديد. يعني البيت الأبيض يقول لدينا مؤشرات بأن هناك هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل من قبل إيران، كيف تعلق؟ نعم، تحية لك يا سيدي ولجمهور هذه الفضائية وللضيف الكريم. يعني أنا أعتقد اليوم الجمهورية الإسلامية تكلمت في أكثر من مناسبة، وخصوصا في هذه المرحلة التصعيدية، أنه هي ستعتمد استراتيجيتين. الأولى المبنية على سياسة استراتيجية الصبر، وهي طبعا المتعارف عليها أنه هي دائما بالسياسة الخارجية الإيرانية تعتمدها الجمهورية الإسلامية. والمبدأ الثاني اللي هو في حال المبادئ أي هجوم يوجه إلى إيران بشكل مباشر سترد الجمهورية الإسلامية بقوة. ولكن طبعا هذا في إطار يعني التصريحات الرسمية. أنت تعرف المتغيرات أثناء اندلاع المعارك وأثناء اندلاع الحروب والتهديدات المستمرة، عادة الدول يكون لديها مسوغ لإعطاء الذراع، لإعطاء الشرعية للقيام بأي مبادئة تراها مناسبة أو بما يحقق مصالح. اليوم تعرف هنالك دول الممانعة ودول محور المقاومة هي ترتبط بشكل مباشر بالجمهورية الإسلامية. بالتالي عندما تلحظ أن المتغير الأخير بعد يعني اغتيال سماحة السيد الأمين، الشهيد الأمين سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله، الأمور تغيرت وأخذت جوانب مختلفة. واليوم المقاومة تحتفظ بالرد متى ما تراه مناسبا بالأسلوب وبالكيفية التي تراه مناسبا، فما بالك بالجمهورية الإسلامية التي يعني التي هي تأخذ على عاتقها موضوعة رعاية محور المقاومة وتدعم هذا المحور وتسعى جاهدة من أجل المحافظة عليه، باعتبار أنه تعرف حضرتك يعني 3 عقود ودخلنا بالعقد الرابع ومحور الممانعة يمتاز بالقوة والرصانة وغيرها من الأمور. بالتالي أعتقد أنه اليوم الجمهورية الإسلامية تعلم جيدا أنه المتغير الجديد إعلان الكيان الصهيوني أنه بصدد القيام بحرب برية، بمعركة برية، وبدأ يهيئ لهذه الأجواء. طبعا هذا في ظل الأهداف المعلنة. أما الأهداف الغير معلنة، يعلم الجميع وكثير من المهتمين أنه الحقيقة الأهداف الغير معلنة من الصعوبة إسرائيل أن تقوم بعملية الاجتياح أو تقوم بعملية برية. الثمن سيكون باهظ. أمريكا حذرت إسرائيل من القيام بهكذا إجراء باعتبار ستكون الضريبة كبيرة. إذن واستنادا إلى أنه المعطيات تؤكد أنه اليوم أمريكا لاعب وفاعل غير مباشر بدعم إسرائيل بما تقوم له الكيان الصهيوني نتنياهو. لذلك الجمهورية الإسلامية ترى أنه المرحلة تتوجب التلويح باستخدام القوة أو التدخل المباشر. نعم.
في هذا العاجل السريع مشاهدي الكرام، عدد كبير من الجرحى، بينهم 6 إصابات بحالة خطيرة جدا جراء عملية إطلاق نار في تل أبيب، والعواجل سنذكرها لكم تباعا مشاهدينا الكرام. طيب، ما هي السيناريوهات المحتملة إذا ما ضربت إيران إسرائيل؟ ما الذي سيحدث؟ يعني اليوم خط الممانعة واضح ومحور المقاومة شغال. حزب الله أعلن على الجهوزية التامة، أعلن أنه لديه القدرة والقابلية لإعطاء خطط متغيرة وحسب متغيرات الوضع. بالتالي أعتقد أنه السيناريوهات التي يمكن أن تكون في حال قيام الجمهورية الإسلامية بشكل مباشر بضرب الكيان الصهيوني، سيكون هنالك تدخل مباشر من واشنطن، رغم أن اليوم واشنطن هي بشكل فعلي على أرض الواقع هي تقف خلف كل ما حدث وكل ما يحدث، بدءا من تجهيز أو تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة المتطورة، بالتحركات، بالأقمار الصناعية المتطورة، بكثير من الأمور التي الأمور اللوجستية التي سهلت الكثير من المهام على الكيان الصهيوني. لذلك أعتقد أنه المعركة اليوم أصبحت، سننتقل من مفهوم المعركة حسب المعطيات إلى مفهوم الحرب، ولكن الحرب المحددة. لكن عذر المقاطعة دكتور، ولكن لدي عاجل آخر. إعلام العدو يؤكد أن هناك حدث صعب للغاية في تل أبيب، يعني كيف تقرأ مثل هكذا عواجل؟ يعني اليوم أنت تعرف حضرتك، المقاومة الإسلامية تمكنت من توجيه ضربات متعددة للكيان الصهيوني، ومن أهم أنا أعتقد اليوم هذه الأهداف اللي تحققت الخط الاستراتيجي الذي يربط، يسمى المحور، حقيقة محور الإسرائيلي الذي هو يعد بمثابة الطريق الدولي الرابط بين المدن المحتلة. لذلك أعتقد أنه بنك الأهداف الذي لدى فصائل المقاومة وخصوصا لدى حزب الله يمكنها من اختيار الأهداف بشكل مريح، ويمكنها من تنفيذ ضربات بين الحين والآخر تكون مؤثرة. اليوم تعرف حضرتك حزب الله يسعى إلى حرب استنزاف، يسعى إلى جر الكيان الصهيوني إلى حرب استنزاف، رغم أن هذه حرب الاستنزاف هي لم تتوقف، ولكن الحكومة المأزومة داخل الكيان الصهيوني والتي تعمل عبثا لفتح جبهات متعددة من أجل جر الولايات المتحدة للتدخل المباشر في جانب، وفي جانب آخر يعلنون نوعين من الأهداف كما بين. طيب دكتور، عذر المقاطعة. إعلام العدو يقول إطلاق النار مشاهدي الكرام حصل في أكثر من منطقة في تل أبيب، مما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى. يبدو أن هنالك إطلاق نار في أكثر من منطقة، وتأتينا العواجل مشاهدي الكرام. هيئة البث الصهيونية تؤكد أن التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار نفذه فلسطيني. إذن هذه واحدة من النقاط التي الجديدة في ما يحصل من مواقف وأحداث على مستوى الساحة داخل الكيان، سيما وأن هنالك اليوم كانت هنالك مفاجآت قدمها حزب الله بشكل ملفت للنظر، وقرأناها بشكل إيجابي جدا على اعتبار أن هنالك تغير في موازين القوة واستعادة زمام المبادرة لدى حزب. يعني أنا بصراحة أستاذ، أنا في هذا الجانب يعني ما أقرأ أنه هذا فشي جديد. أنا أعتقد اليوم أنت تتكلم عن حزب هو مؤسساتي، عندما يكون الحزب مؤسساتي وخصوصا يعني حزب كما هو حال حزب الله الذي يمتلك منظومة مقاومة مؤسساتية تعمل على استمرارها مهما كان حال القادة، بمعنى هذا الحزب ينتج قادة، ينتج خطط يعني تتحاكى مع المتغيرات بشكل مستمر، لديه الكثير إلى الآن. يعني أنا متأكد تماما حزب الله لم يستخدم من الإمكانيات والأدوات بنسبة 15%،
وإن كان موضوع الصدمة الكبيرة التي حدثت باغتيال سماحة السيد الأمين كان هذا متغير كبير، لكن سياسة اللي هي تعتمد على مبدأ الرصانة على مبدأ الهدوء والضربات النوعية على حساب الضربات الكمية. اليوم حضرتك أشاريت بشكل واضح وصريح أنه الهجمات ومن خلال العواجل وهذه طيلة هذه الثلاثة أيام الهجمات مكثفة من قبل الكيان الصهيوني. في عجل آخر سيدي الكريم، عذرا مقاطعة دكتور فندي، وزير الدفاع الصهيوني يبحث مع نظيره الأمريكي الهجوم الإيراني المتوقع على الكيان. يبدو أن الموضوع يعني على محمل الجد وليس توقعات. يعني أنا قلت لحضرتك أنا أعتقد اليوم المقاومة التي تعمل منذ عام 1982 وإلى يومنا هذا ورغم الظروف التي مرت بها المقاومة والمنطقة عموما، يعني هم لديهم إدراك أن أنت ما جاي تقاتل الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني اليوم هو الممثل الغير شرعي في المنطقة لأوروبا وعلى رأس أوروبا أمريكا، بالتالي أنت لازم عندك كم هائل من الأدوات والخطط والمواقف الغير معلنة وتدخر حسب المرحلة. لذلك أعتقد أنه ما يحدث اليوم والبروباغندا الإعلامية التي اعتمدت منذ اليوم الأول، طبعا احنا اليوم جاي نعيش هالة إعلامية. أنا ألاحظ حتى هنالك للأسف أكو تهويل إعلامي لما يقوم به الكيان الصهيوني، لكن بأهداف نبيلة. الناس يعني تتفاعل مع الأحداث، يعني تتألم على ما يحدث، ولكن في حقيقة الأمر هنالك تهويل. حزب الله مؤسسة عقائدية، وعندما تكون أنت مؤسسة عقائدية أنت أمام خط منيع تماماً. اليوم حزب الله هي ليس مؤسسة لديها بناية واحدة أو بنايتين، هي مؤسسة عقائدية منتشرة ذات فكر متأصل في هذا المجتمع. عند النقطة سيدي الكريم اسمح لي أن أنتقل مرة أخرى إلى سيد إسماعيل المقدسي إلى فلسطين. سيد إسماعيل إذا كنت تسمعني. نعم أسمعك. ما هي السيناريوهات المحتملة إذا ما ضربت إيران الكيان الصهيوني بضربة صاروخية باليستية كبيرة؟ هل نحن ذاهبون إلى الحرب الشاملة؟ أولا هذا يتعلق، يعني إيران موقفها منذ يعني فترات كبيرة وهي تتكلم أنها لا تستهدف المدنيين، هذا جانب مهم في هذا السياق. إلا إذا كان الرد الإسرائيلي يستهدف المدنيين، هنا الأمور تخرج عن قواعدها المتعارف عليها، وبالتالي لا أعتقد أن إيران بالسيناريو الأول ممكن أن تستهدف ردا على القائد هنية، وبالإضافة إلى موضوع سماحة السيد حسن نصر الله، لأن انظر في الأمم المتحدة يعني كان واضحا نتنياهو وجه تهديدا وكررها لأكثر من مرة بشكل وبكل خطاب في تل أبيب يخرج إلى الإعلام يحمل إيران المسؤولية الكبيرة، وبالتالي التهديد لإيران. يعني أعطي لك مثالا، أحد المحللين وأبرز أمير بخطوط الذي هو يعد من أبرز المحللين في قناة أو إذاعة والله يقول كالتالي: على ما أعتقد بأن إيران الآن تنظر ما الذي يجري في غزة، والآن تنظر ما الذي يجري في لبنان، عليها أن تفهم هذه الرسالة. التهديدات خلال ثلاثة أيام باتجاه إيران ارتفعت بشكل كبير، مما باعتقادي جعل وخاصة منذ اغتيال القائد هنية ولغاية يومنا هذا الإعلام، كما ذكر ضيفك الكريم أن الإعلام لعب دورا سلبيا بأن إيران تتنصل وأن إيران ليست معنية وأن إيران تخلت عن محور المقاومة. كل هذا نجح الإعلام الأمريكي والغربي في العقل الجمعي العربي، وهذا باعتقادي أن الرد الآن في هذا السياق قد يكون الهجوم بدأ قبل أن يبدأ، بمعنى مرة أخرى إيران وضعت إسرائيل في حالة الاستعداد. ليس ضروري أن يكون هذه الساعات أو أن تكون الليلة، هذا يعني إدخال إسرائيل في حالة من الهلع والخوف والرعب، وهذه معادلة من المعادلات، بمعنى استنزاف إسرائيل كاملة. نحن نتكلم الآن عن استنزاف كامل. قبل قليل وكنت أنت تتحدث الآن حديث عن يعني إذا في استنفار وحالة تأهب،
اثنين منفذان مسلحان نفذا عملية في تل أبيب، إصابات كبيرة، نجمة داود الحمراء تتوجه فورا. أيضا أستاذ إسماعيل، يعني في عاجل لإعلام العدو قبل ثواني، يعني إعلان حظر التجوال في تل أبيب، والهجومين كانا منفصلين. نعم هذا صحيح، وهذا يعني إذا كانت إسرائيل في حالة استنفار وحالة تأهب وحالة يقظة. أحيانا الجمهور العربي لديه مزاج، حزب الله وحماس وكل المقاومة بشكل عام لا تتعامل مع المزاج العاطفي بمعنى الزر، وإن كان هذا أحيانا يريد أن يشفي الغليل البعض للمشاهد التي نراها. انظر ما الذي تفعله إسرائيل، تحاول أن تحول بسلاح الجو حالة الدمار، تخلق حالة اللاوعي في الصدمة. سأعطي لك مثالا بسيطا، 7 أكتوبر شكل زلزالا في داخل إسرائيل، في داخل إسرائيل كلها على المستوى الأمني والعسكري والسياسي. ما أرادت أن تفعله كأن نقلت العكس في الجنوب اللبناني، وكما ذكر ضيفك الكل يعتقد أن حزب الله هو عبارة عن مؤسسة خاصة. هم لا يعرفون أنه، رغم أنهم يعرفون أنه هو لديه إيمان عميق وهو مؤسسة عقائدية تتبنى أيديولوجيا لها امتدادها الشعبي وتستطيع. أي نعم أن الضربة، يعني قالها سماحة الشهيد حين كان تلقينا ضربة قاسية حين في أجهزة الاتصالات، وأيضا باغتيال أيضا هذه ضربة. نحن نتكلم عن أسطورة ونتكلم عن رمز من رموز وقائد الحركات الموجودة، وإسرائيل تتعامل على أن محور الثقل. سيد إسماعيل إذا كنت تسمعني، سيد إسماعيل أنا المقاطعة مرة أخرى. نعم. ولكن بسبب العواجل السريعة، إعلام العدو يقول المشاهد من مكان تنفيذ العملية في تل أبيب قاسية جدا، ولا نستطيع نشرها ولا نقوم بنشرها. يعني كيف تقرأ هذه الجملة ولا نستطيع نشرها؟ يعني طبعا أولا منذ الصباح فرضت الرقابة العسكرية على كثير من قضايا ومنعت أن ينشر أي شيء في داخل لبنان إلا ما تريده. يعني على سبيل المثال حين خرج المتحدث باسم الجيش وقال أن سأعرض عليكم 3 أمثلة، ردت علي بيان المقاومة مع رسالة للأمين العام بالرسالة التي خرجت قبل ساعة تقريبا أو أقل لتوضح مسألتين. العلاقات العامة وضحها بشكل أن هذه الصور قديمة وهذه فبركات، تماما مثل ما كان يجري في قطاع غزة حين يقول لا هي موجود تحت المستشفى، هي تحت موجود تحت المركز، لقينا أذى وعملنا كذا وفعلنا كذا. هذا طبعا تبرير لشرعنة على المستوى الدولي بأن تقوم بأفعالها. هذه يعني بأن الحدث كبير جدا، واضح جدا أن الحدث في تل أبيب وصل إلى إعداد لا يريد أن يخلق الذعر في الشارع الإسرائيلي. إسرائيل منذ 5 ساعات تقريبا دخلت حالة الغير مسبوق بالفهم الوعي، وهم معظمهم بالملاجئ، حالة استنفار قائمة، وبالتالي يبدو أن العملية قاسية جدا وهذا لا يسمح بالنشر، وبالتالي هذا يعني أن الضربة موجعة كانت من قبل المنفذين. وهنا إن كان المنفذين لم يتم إلقاء القبض عليهم أو تم تحييدهم لا نعرف لغاية هذه اللحظة، وهذا سيجعل إسرائيل الآن حالة قصوى أكثر واستنفار عالي، رغم أن إسرائيل منذ فترة تعلن حالة التأهب. هذا يدل على الاختراق، الفشل الأمني، هذا يفقد الشارع الإسرائيلي مصداقية في الجيش. أيضا أستاذ إسماعيل، إعلام العدو يقول ارتفاع عدد القتلى إلى 5 في عملية يافا وهناك جرحى آخرين، وهذا ما يؤكد كلامك سيد الكريم. يعني في سؤال مباشر حول إطلاق العملية العسكرية خيبر والتي تتحدث عن صواريخ جديدة، مدايات مختلفة، تحقيق أهداف بشكل دقيق جدا، كيف قرأتموها أنتم يعني وأنتم المختصون في الشأن السياسي؟ السؤال لي؟ نعم تفضل. طبعا بطبيعة الحال يعني إسرائيل نجحت منذ أن بدأت الثلاثاء المشؤوم في لبنان، هولت بأن لديها الأسطورة الأمن واستعادة الهيبة، وبالتالي وضعت المجتمعات العربية تحديدا وحتى الأوروبية يعني باندهاش وحالة
متفوقة وقضينا على 50% من القدرات، ويخرج محللين عسكريين من المؤسسة الداخلية والخارجية، أقصد المحللين العسكريين والسياسيين، وقالوا أن ما أفرزه لغاية الآن 10%، وإلا ماذا يعني أن تلغي، على سبيل المثال خذ هذا مثال، منذ ساعات العصر أعلن المتحدث باللقاء الأول إلغاء صلاة الحرديم الذي المتدينين المستوطنين الذي يصادف رأس السنة العبرية، تم إلغاؤها في حائط البراق بين قوسين يطلق عليه اليهود حائط المبكى، هذا أولا. تم إلغاء مباراة في مدينة القدس، نحن نتكلم عن القدس ولا نتكلم. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد فندي. سيد محمد، يبدو أن القيادة والسيطرة تعافت وأن قدرات حزب الله لا تنكسر. نعم، يعني هو هذا يأتي في ظل تعرف اليوم احنا تكلمنا حزب الله بما أنه هو مؤسسة، بالتالي القيادات البديلة والتي تعمل ضمن سياسة واضحة، بمعنى أن لديها مهام جاهزة وكل من عند المهام اللي يقوم بها والأدوار موزعة، وتعلم جيدا أنها بين الحين والآخر إزاء تلقي ضربات أو حرب هنا أو معركة هنا، بالتالي هنالك يعني لملمة للأوراق بعد الحادث الكبير الذي حدث، وهنالك إعادة ترتيب الأوراق، وخصوصا بعد أن سمعنا ما قاله سماحة السيد صفي الدين ونائب الأمين العام سماحة الشيخ قاسم، يعني حقيقة أصبحت الرؤية واضحة، يعني بدأت المهام تتركز كما كانت. اليوم تعرف أستاذ جنابك الوضع الإعلامي والتأثير وخصوصا من بعض الدول الإقليمية اللي هي دول الموالاة، اليوم أصبحت واضحة التي تتماهى تماما مع المشروع الصهيوني بالمنطقة وتطبع بالعلن، وهنالك دول تطبع بالخفاء. طبعا هذا يعني أعطى نوع من أنواع النشوة إلى الكيان الصهيوني، لأن أنا أعتقد وكما تعلم عادة حتى وإن كانت دويلات، الكيان الصهيوني إذا ما عنده هذه الموالاة في الإقليم لا يمكن أن يتنفس، هذا من المؤكد. اليوم الكيان الصهيوني لديه رئة حقيقة يتنفس، صح هنالك الدعم الدولي والدول المجتمع الدولي للأسف التي يعني أنتجت هذا الكيان ووضعته في جسد الأمة تدعمه، ولكن مهما كان حجم الدعم أنت بلا دول الإقليم لا يمكن أن ما تقدر تأخذ راحتك، ما تقدر تشتغل، ما تقدر تمد علاقاتك، ما تقدر تسيطر بالنتيجة. طيب دكتور، لماذا فضلت هذه الدول أن تطبع مع هذا الكيان وتتفاعل معه بمصالح اقتصادية إلى غير ذلك، بدل أن تقف ضده وتعلن عن مواقف أكثر ثباتية وأكثر انتماء للوطن؟ سيدي الكريم، هذه الدول أنت حضرتك سيد العارفين يقول يتكلم بشكل واضح وصريح يعني بدون تعقيدات للجمهور، هذه الدول فاقدة لإرادة القتال أولا، وتعرف حضرتك مقومات الدول مهما كانت إذا فقد يعني الشعب إرادة القتال، طبعا منين يأتي هذا فقد إرادة؟ بسبب القيادات. اليوم دول الخليج لم تفقد إرادة القتال اعتباطا، ولكن الحكم الغير دستوري والمملكات الغير دستورية التي اشترت بقائها في السلطة عن طريق الكوابح الاجتماعية، بمعنى توزيع الهبات لقاء البقاء والسكوت على الوضع القائم بمملكات وإمارات غير دستورية لا تخضع إلى دستور، لا تخضع إلى قانون، الإرادة العليا لما ينطقه الملك، الإرادة العليا لما يقوله سمو الأمير، بالتالي التراكمية في هذا السلوك أدى إلى انعكس على عموم الشعب، فقد عموم الشعب إرادة القتال، انصرف عموم الشعب عن المبادئ الأساسية اللي حضرتك ذكرتها والتي هي تقف على رأسها الانتماء. يعني أنت تتكلم عن يعني على سبيل المثال لا للحصر الإمارات،
السعودية. يعني السعودية اليوم بلد 35 مليون مسلم ومن أقدس المقدسات على أرضها، وإلى الآن أنت تعرف حضرتك منذ يعني عرفت الدول إلى اليوم ما لا توجد دولة تسمى بأسماء ملوكها. بالتالي أعتقد أنه هذا السلوك وهذا النهج أدى إلى استلاب إرادة القتال للجماهير مما انعكس على المواقف السياسية. فبالتالي حضرتك يعني أنا أعتقد كلام مهم ومركز أنه ليش هذه الدول ما ذهبت باتجاه دعم اللي هو أقدس المقدسات الأقصى فلسطين بغض النظر عن طبعا احنا قلنا في ظل شعور انه هذه الدول بلا الخط الامريكي بلا الدعم الامريكي هي لا قيمة لها، ربطت مصالحها وبقائها بالدعم الامريكي، لذلك واشنطن الدول الغربية تعتقد انه الكيان الصهيوني يعني وجوده يشكل أهمية كبيرة للمصالح الاستراتيجية الغربية بالمنطقة، لذلك هذه الدول اليوم فاقدة الشرعية، شرعيتها بتحصين وتمتين علاقتها بمن؟ بالولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الآن بشكل واضح دكتور وصريح. دكتور محمد نعم. عذراً نقرأ هذا العاجل، استشهاد منفذي الهجوم أحد منفذي الهجوم الفدائي بأحدى محطات القطار في بعد الاشتباك مع قوات الشرطة. إذن استشهاد منفذي أحد منفذي الهجوم الفدائي بأحدى محطات القطار في تل أبيب بعد الاشتباك مع قوات الشرطة. نعم تفضل دكتور. نعم يعني أعتقد أنه يعني في ظل هذه المعطيات طيب ضمن هذه المعطيات ووفقها هل يستطيع الكيان وهذه الحجة التي يتبجح بها دائما نتنياهو في إرجاع المستوطنين إلى الشمال ولكن تقف خلفها نوايا؟ نعم. سيطرة على جنوب لبنان، سيطرة على صناعة شرق أوسط جديد، احتلال غزة، لغير ذلك من النقاط والنوايا الخبيثة التي يريدونها. في ظل هذه المعطيات الجديدة التي نمر بها اليوم وخلال هذه الساعات وما حصل اليوم، كيف تقرأ المشهد؟ يعني هو في قراءة سريعة، الكيان الصهيوني اشتبك ودمر غزة وبعد 7 أكتوبر واستخدم كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة من أجل إعطاء رسائل إلى دول الإقليم وخصوصا الدول الإسلامية وخصوصا دول الممانعة أنه لديه القدرة والقابلية للرد والاقتحام وغيرها من الأمور. طيب في هذه الأجواء تخيل وفي ظل الاعتداء المتكرر وفي ظل طيب دكتور عذرا للمقاطعة، ولكن المتحدث باسم الجيش الصهيوني يقول بدأ الهجوم الإيراني، وإعلام العدو يؤكد نتوقع أمطار من الصواريخ. إذن هذه يعني أيضا هجوم واسع وكبير من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. هذه يعني يا الله بشرة خير، هاي يا الله. يعني هذا يأتي طبعا إسناد ويأتي أنه إذا هذا الخبر تأكد، يعني إذن الجمهورية الإسلامية اتخذت قرار حقيقة الانصهار والمشاركة بشكل مباشر في هذه المعركة طبعا أو في هذه الحرب المفتوحة. مشاهدين الكرام، طبعا اتخذ قرار من طهران أول أمس، طبعا هذا التصريح لسياسي مقرب وبارز جدا وأكد بأنه سيكون هناك رد إيراني كبير ومزلزل وسيكون رد غير متوقع. الآن ماذا نقول للمشككين؟ طبعا هو انا قلت لجنابك يعني هاي البروباغندا الاعلاميه بمسانده الدول الفاقده اراده القتال، فاقده اراده الانتماء، يعني هذا تهويل اعلامي. يعلم الجميع قوه الجمهوريه الاسلاميه، يعلم الجميع قوه فصائل المقاومه، يعلم الجميع قوه دول الممانعه. اليوم حقيقه يعني عندما
ذكرنا نقطة مهمة وبعدين نرجع نكمل هذا المحور. نقطة مهمة لها ربط، يعني في ظل هذه الأجواء وتقدم طلب إسرائيل للأمم المتحدة تطالب بتطبيق القرار 1701، يعني 1701، وكلنا يعلم ما هو القرار هذا. يعني أنت تخيل يعني ما هو حجم الاستهتار وما هو حجم التماهي الدولي والإقليمي مع هذا الكيان، اللي هو أساساً بعد 2006 تم اتخاذ هذا القرار وإيجاد، وكل من عرف حدوده وكل من توقف عند حدوده، لكن المقاومة باقية، سلاح المقاومة باقي. اليوم هذا الرد الإيراني الآن، يعني احنا يا ريت نتأمل انه يكون فعلا، لانه تمادت كثيرا، واليوم الضوء الأخضر. إذن مشاهدينا الكرام كما تشاهدون هذه صور حية ومباشرة من تل أبيب، وهذه هي الصواريخ التي تنزل في سماء تل أبيب، ويؤكد إعلام العدو بأنه لا تقل هذه الرشقة من الصواريخ عن 100 صاروخ. وهذه الصواريخ الفلسطينية باتجاه الأرض المحتلة. إذن كما تشاهدون مشاهدين الكرام في هذه الصور الحية والمباشرة، جاء الرد الإيراني بهذه الطريقة وهذا التوقيت، وهذه حسابات عسكرية وحسابات أتمنى أن تصيب أهدافها إن شاء الله وتحقق منالها، لأن هذا العدو كان قد هناك استهتار واضح وكبير من قبل الكيان الصهيوني، عبث بالمنطقة وهذه دموعك غالية علينا، وهذه الصواريخ حقيقة تثلج القلب فعلا، تثلج قلب. لك الكلام. يعني حقيقة اليوم احنا يمكن هذا هذه الصواريخ كما تفضلت حضرتك تعتبر سهام في أعين المشككين والمرجفين الذين يثبطون الهمم، والذين يعني ما يدخرون جهد بالإساءة واستغلال الظرف حقيقة. وهذه الدموع اللي تنزل من حضرتك هي دالة واضحة على أن الشعب العراقي بمختلف فئاته كليته شعب مقاوم، يعلم جيدا حجم المأساة، يشعر بالآخرين. اليوم احنا خسرنا خسارة كبيرة حقيقة، يعني باغتيال سماحة السيد الأمين سيد حسن رحمه الله. أعتقد أن هذه الصواريخ والهجمات التي ستأتي تباعا ستكون هي خير من يبرد في صدور المؤمنين الذين حقيقة لا يدخرون جهدا بالذود بالغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإعلاء كلمة الكرامة ودعم المقاومة. نعم، أعتقد اليوم الجمهورية الإسلامية حقيقة قامت بدورها الحقيقي والذي يجب أن تقوم به، ولكن نحن نثق تماما بأن هذه الدولة لديها قراءة ولديها مراكز مختصة تعلم جيدا متى ترد وأين ترد. بالتالي أعتقد أنه هذا سينعكس تماماً على الجبهة، ينعكس تماماً بشكل مباشر. أنا أعتقد سيكون هنالك تلاقح، وسيكون هنالك أيضاً اليوم وبشكل حتمي. أنا متأكد تماماً أنه اليوم فصائل المقاومة وعلى رأسها حزب الله
سيقوم يعني دور مماثل لاستغلال هذا الظرف ولبث روح الأمل مرة أخرى وشحن الهمم. حقيقة أعتقد أن اليوم الجمهورية الإسلامية إن شاء الله ستستمر بهذا النهج وهي مستمرة. سؤالي هنا سيد الكريم، أين الشعوب العربية؟ لماذا لا تحرك ساكنا؟ لماذا لا تتفاعل مع أبناء جلدتها؟ أين رجال الدين؟ أين الخطباء؟ ما أين المساجد؟ اليوم يعني محمد بن سلمان أول إجراء سواه أول ما جاء يريد يصير ولي عهد ألقى القبض على رجال الدين عموما. يعني أنت حقيقة يعني أمام مشكلة كبيرة. يعني هو هذه استراتيجية ممنهجة دعموها من أجل القيام بهذا الإجراء، ما يريدون أي صوت يقف بالضد من وجود الكيان الصهيوني. اليوم الدول الأخرى للأسف سكوتها مبني على المنح، مبني على الهبات، مبني على العمالة، وهذه العمالة طبعا مرتبطة منذ الأزل بوجود بعض الدول. أعتقد أنه إحنا قلنا هذه الدول فقدت إرادة القتال، بالتالي انعكس على أن تفقد إرادة الانتماء إلى الأرض والانتماء إلى الدين. وما هو إلا لقلقة لسان. اليوم إحنا نشوف الوضع للأسف السعودية والإمارات وغيرها من الدول التي تتماهى مع المشروع الصهيوني بشكل واضح وصريح، وللأسف بعض من الشعب الإماراتي يتبجح على تويتر في وسائل التواصل ويبارك. يعني أنا قرأت إلى أحد. أين الشعب المصري المقاوم؟ يعني هي هنا المشكلة، يعني هنا المشكلة. يعني أنت ايش تنتظر؟ أنت هذا الجيش اللي أنت جاي تستعرض به واللي أنت تتغنى يتورى شعوب حرة. نعم. حتى وإن كانت مكبلة بحكوماتها. نعم. بالتالي يجب أن تكون لها كلمة. والله أنا أعتقد هذه الشعوب أصبحت ضحية، هذه الشعوب أصبحت ضحية للحكام الذين ارتبطوا بولاء مطلق للمصالح الأمريكية بالمنطقة. اليوم يعني أنت ركزت على الشعب المصري، الشعب المصري للأسف عليه دور كبير. غزة، غزة اللي تعتبر جزء من مصر وهي في حاضنة مصر وما حرك ساكن. طبعا إحنا ما نشكل على الشعب المصري، ما نعرف هل سوى الشعب المصري، ما أعرف أسير. هل من المعقول 100 مليون مسلم ومرجعية الأزهر وبهذا الثقل، هل من المعقول يعني هم أسرى لاتفاقية كام ديفيد؟ ما معقولة. اليوم شعب كامل يذبح في فلسطين، شعب كامل. اليوم هنالك سياسة التهجير الممنهجة، ويعني يعني ما معقولة. أمريكا تعطي رسائل منذ الصباح هذا اليوم أنه إحنا نسمح للكيان الصهيوني بأن يجتاح لبنان، وكأن هي الوصية على الدول اجتياح لبنان لتنفيذ بعض الأهداف والانسحاب. طيب ما إحنا عندنا سوابق، ليش هو الكيان الصهيوني إذا دخل منطقة ممكن يطلع منها؟ طيب ما هو لبنان، هل طيب هو تبع الأمين العام للأمم المتحدة؟ نعم. أنطونيو غوتيريش يؤكد يجب تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. يعني حقيقة ما هو الدور الذي يلعبه هذا الأمين العام؟ هذه منصة الشجب القلق. لا هي منصة، هذه أنا أعتبرها اليوم الأمم المتحدة هي منصة. يعني هي كلامها غير ملزم، يعني كلامها غير ملزم. يعني 1976 أمريكا تقول لنا، وزير خارجيتها على اللي صار يقول نحن لا نعطي المساعدات بناء على حاجة الدول بقدر ما نعطيها بما يحقق المصالح. هذه الأمم المتحدة والأمين العام مناصب لمجرد لإفراغ الدول من محتواها للتعبير عن اللقاءات بروتوكولية ليس إلا، ولا يمكن أن نعول عليها كما هو حال المقاومة اليوم. اليوم المقاومة لا تعول على موقف هذه الدول. لذلك اليوم عليك أن تحصن نفسك، ما لك غرض ببقية الدول لأن ما عندها موقف. فقط دول الممانعة هي اليوم اللي تعتبر دول حية، شعوب حية، يعني لديها الشعور بالانتماء ولديها الغيرة، ولديها الغيرة على الدين والأرض. أنا أعتقد يعني انعكاس فقدان إرادة القتال وارتباط بالمنظومات الحاكمة هو الذي غيب هذه الشعوب عن المشهد. أنا أشكرك جدا، كان معي الدكتور محمد فندي الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه التغطية، وأيضا شكر موصول عبر سكايب كان معنا من فلسطين
السيد إسماعيل المقدسي، نتمنى له كل السلامة. ومستمرون معكم مشاهدي الكرام في تغطياتنا وهذه المشاهد المباشرة.